مرحبا بملايين مشاهدينا برنامجكم الجميل والمتميز برنامج 7 على 7 من يوم الأحد للخميس. نطل عليكم بمواضيعنا وضيوفنا الجدد والمتميزين. مشاهدينا، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهمية الشعر النبطي ودوره في توثيق الحوادث والانتصارات ونقل العلوم المختلفة للأجيال اللاحقة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه مساء أمس في افتتاح مجلس الحيرة الأدبي الواقع على كورنيش بحر الشارقة، ويعد رمزا لاستعادة الحركة الثقافية والأدبية والفنية في بلدة الحيرة. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية حديثه بالشعراء والمثقفين في مجلس الحيرة الأدبي، مشيرا سموه إلى أهمية التاريخ الأهمية التاريخية لبلدة الحيرة أو لمنطقة الحيرة التي يعود تاريخها إلى آخر العهد الجاهلي، الذي كان جاهلا في الإيمان وليس في الثقافة والأدب والشعر، وإن الحيرة في الشارقة أخذت هذا الاسم من هذه البلدة. وأشار سموه إلى أن الحيرة كانت لها مجالس عامرة بالأدب والشعر على أيام المناذرة، والمناذرة والغساسنة قوم جاءوا من اليمن وانزاحوا إلى الشمال، فكان المناذرة في الحيرة والغساسنة في الشام. لفتا سموه إلى حدوث نوع من التنافس بينهم، ولفت إلى حدوث المسجلات الشعرية بين الشعراء قديما، ومنها قصة الشاعر العربي النابغة الديباني الذي عاتبه قومه على تركه لهم وتوجهه إلى سوق عكاظ في مكة، حيث قال قصيدته التي علقت على أستار الكعبة. فكان من النابغة أن كتب قصيدة أجمل مما قيل في المعلقة. وسرد سموه عددا من النتائج التي توصل إليها خلال بحثه في جذور الثقافة العربية، حيث وجد أن بحور الشعر المعروفة لدى العرب هي نفسها التي كانت لدى الآراميين، والظاهر أنهم أخذوها عنهم. وتناول سموه كذلك أهمية الشعر النبطي ودوره في توثيق الحوادث والانتصارات ونقل العلوم كالجغرافيا وغيرها، وليس مختصرا كذلك على نقل مشاعر العشق والهوى. لافتا سموه إلى أن الشعر النبطي سمي بالشعبي كونه يصل إلى الناس والشعوب وينتشر. وأعرب سموه كذلك عن أمله أن يكون مجلس الحيرة الأدبي مكانا عامرا بالشعراء عبر إقامة الندوات والمحاضرات والمساجلات بين الشعراء التي تعكس مدى تمكن الشاعر والتاريخ الإماراتي يذخر بذلك. مشاهدينا، مثل ما عودناكم مواضيعنا الجميلة والمتنوعة اليوم بسلط الضوء على مهرجان الجبل الثقافي وجمعية مواليف الإماراتية للتطوع. كذلك بتكون معنا فقرات برنامج 7 على 7 والابتكار والهندسة المعمارية كذلك، وكذلك بنسلط الضوء على كأس آسيا وفوز الإمارات على قرجستان. والحين مشاهدينا مع أولى فقراتنا، حيث أو تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق فعاليات مهرجان الجبل الثقافي الأول في الفجيرة تحت شعار ثقافتنا تسامح وانفتاح. ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2019 عاما للتسامح. وتنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات مهرجان الجبل الأول خلال يومي 24 و 25 يناير الجاري في حديقة الفجيرة للمغامرات. والمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا عبر الهاتف الأستاذة سليمة المزروعي مدير مهرجان الجبل الثقافي. مرحبا بك أستاذة سليمة، نورت البرنامج. مرحبا فيك اختي سهام، وارحب فيكم وشكرا على الاستضافه، ومساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. مساء السعيد يا رب. في البدايه استاذه سليمه، خلينا او تعطينا موجز عن مهرجان الجبل الاول. نعم، مهرجان الجبل الثقافي الاول هذا العام سيقام في دورته الاولى في الفجيره للمره الاولى، وينطلق تحت رعايه كريمه من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره. نعم. حفظه الله. تحت شعار ثقافتنا تسامح وانفتاح، وهو يأتي بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لعام 2019 عاما للتسامح في دولة الإمارات. نعم. مثل ما ذكرتي أختي سهام، أيضا ستنظم الجمعية جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية هذا الحدث بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات في حديقة الفجيرة للمغامرات. نعم. يومي الخميس والجمعة الموافق 24 و 25 يناير الجاري بإذن الله إن شاء الله. أستاذة سليمة، خلينا نتكلم عن الهدف من هذا المهرجان الرائع، المهرجان الثقافي. طبعا مهرجان الجبل الثقافي الأول له أهداف عديدة، من ضمنها أولا
تعزيز قيم التسامح وخاصة التسامح الثقافي الإنساني بين مختلف فئات المجتمع، بما أن الدعوة عامة لكافة فئات المجتمع في هذا الجمهور، ويعزز أيضا الجانب الثقافي، التسامح الثقافي، كيف نتقبل ثقافة الآخر، كيف نتعايش مع الآخر من الجانب الثقافي بمختلف الجنسيات ومختلف الخلفيات الثقافية إن صح التعبير. كذلك مثل ما ذكرت أيضا هو يبرز الجانب البيئي والطبيعة في إمارة الفجيرة، لأنه سيقام في منطقة خارجية في حديقة الفجيرة للمغامرات، وهي منطقة طبيعية، هي منطقة بحيرة وتحيط فيها الجبال. فالفكرة أيضا أن نجمع كل هذه الأركان من تراث وثقافة وشعر ومسرح وقراءات روائية وموسيقى وفلكلور شعبي، كل هذه الأشياء في هذا الطبيعة في هذا المكان في قلب الطبيعة. جميل. فالهدف أن نعزز هذه القيم جميعا الثقافية والإنسانية من خلال أيضا إبراز الجانب الجمالي لإمارة الفجيرة. أكيد. نبي نتعرف على الأنشطة التي ستضمنها هذا المهرجان أو سيتضمنها هذا المهرجان. المهرجان اختصاصا بيضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بما أنه يحدث في الفترة المسائية فهو مفتوح لكافة فئات المجتمع والجمهور، متضمنا فعاليات التجديف وركوب الدراجات أو المغامرات الجبلية، لأن المنطقة مثل ما ذكرت لك هي جبلية. طبيعة جبلية. بالإضافة للموسيقى والفلكلور، هناك أيضا فعاليات تراثية ستقوم فيها هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، بما أنهم أيضا شركائنا في الحدث، بالإضافة لورش تفاعلية تعزز قيم التسامح بكل أنواعه، أيضا في ورشة للخط العربي وأيضا الفلكلور الشعبي، وأيضا من الفقرات الرئيسية الشعر. سيشارك عدد من الشعراء من كافة أنحاء الإمارات ومن مختلف الجنسيات في قراءة نصوص شعرية، يليها أيضا قراءات لأعمال روائية لروائيين وكتاب من مختلف الجنسيات المقيمين على أرض دولة الإمارات. القراءات الروائية هذه ستكون تحت عنوان الانفتاح الثقافي على الآخر في الرواية، مرة أخرى نعزز قيم التسامح الثقافي من خلال هذه القراءات. أستاذة سليمة، بالإضافة لفقرة مسرحية أيضا تشارك فيها فرقة من مسرح الفجيرة، نشكر لهم أيضا هذه المشاركة في هذا الحدث. موفقين يا رب. الأستاذة سليمة مزروعي مدير مهرجان الجبل الثقافي، شكرا على هذه المداخلة. شكرا جزيلا على الاستضافة. الله يعطيك العافية حبيبتك. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل ترينا. رجعنا لكم مشاهدينا مع ثاني فقراتنا مع الاخبار المنوعه وزميلتنا ليالي، بس خلونا نسلم عليها ونمسي عليها. يسعد لي مساك ليالي. مساء الانوار لك يا زميلتي سهام ولكل المشاهدين الكرام. عودتينا ما شاء الله دائما بالاخبار المنوعه والجديده والحصريه نقول. طبعا ارض الدوله، ارض التسامح، وملتقى الحضارات والاديان سهام على موعد مع زياره تاريخيه مشتركه سوف تجمع باذن الله تعالى بين قداسه بابا الفاتيكان البابا فرانسيس وفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك سهام في الثالث من نوفمبر من فبراير المقبل وحتى الخامس منه. قلتيها أرض التسامح. صحيح سهام، وهي تعتبر الزيارة البابوية الأولى إلى منطقة الخليج العربي، ويميزها أيضا زميلتي سهام أنها تجمع البابا فرانسيس مع هذه القامة الدينية الرفيعة مع فضيلة الشيخ الأزهر. حياهم الله بأرض الإنجازات وأرض التسامح. تفضلي. بالتأكيد. شكرا لك. حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعونا، أرحب بكم إلى فقرة الأخبار المنوعة في برنامج 7 على 7. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتسريع وتيرة استكمال المشاريع التطويرية القائمة وتنفيذ المشاريع الجديدة التي كان سموه أمر بتنفيذها في مدينة حتى التي يريدها سموه أن تكون مدينة جذب سياحي واستثماري
بامتياز وتوفير كل مقومات الحياة الحضرية لمواطنيها والمقيمين فيها، حيث شدد سموه خلال زيارته الميدانية للمدينة على أهمية إعطاء الأولوية للمشروعات الخدمية والبيئية والتراثية التي يوليها سموه جل اهتمامه، حفاظا على تراث الإمارات الوطني وموروثها الثقافي الذي يعتبر رمزا للهوية الوطنية، بل هو الهوية الوطنية بكل مفرداتها. وقال سموه عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: نطالب جميع الجهات المسؤولة عن تلك المشاريع العمل على تسريع وتيرة الإنجاز ليشعر أهل حتى بثمرة تلك المشاريع وانعكاساتها الإيجابية على حياتهم اليومية. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الشكر والتقدير لصاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على ثقته الغالية بأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي بعد إعادة تشكيله برئاسة سموه. وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: كل الشكر والتقدير لسيدي رئيس الدولة على ثقته الغالية بأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي بعد إعادة تشكيله. سنواصل بإذن الله تعالى ترسيخ التميز والابتكار في العمل الحكومي والمؤسسي والاستثمار الأمثل للموارد في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيات أبو ظبي وريادتها في كافة القطاعات. على صعيد آخر، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المشاركين في المؤتمر العام 27 للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي استضافته الدولة بمشاركة 17 اتحادا وجمعية ورابطة ومجلس كتاب عربي، حيث تمنى سموه لهم التوفيق في الخروج بنتائج عمليات تسهم في خدمة قضايا الأدب والثقافة، مؤكدا سموه أهمية دور الكتاب والأدباء والنخب في الارتقاء بالذائقة الجمالية وترسيخ المفاهيم والهوية الوطنية بجانب تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب من أجل تحقيق السلم والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم. إلى محور مغاير، وتزامنا مع أعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه رئيس الدولة حفظه الله ورعاه عام 2019 عاما للتسامح، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله، تنطلق فعاليات مهرجان الجبل الثقافي الأول في الفجيرة تحت شعار ثقافتنا تسامح وانفتاح. وتقوم كل من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ومركز الفجيرة للمغامرات بتنظيم هذا الحدث المميز في 24 و25 من يناير الجاري، وذلك في حديقة الفجيرة للمغامرات. وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية خالد الضنحاني إن مهرجان الجبل الثقافي يحظى بدعم ومساندة كبيرة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله، ويأتي في إطار نشاطات الجمعية في عام التسامح تأكيدا على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم في تحقيق أسمى القيم الإنسانية، مشيرا إلى أن الأنشطة التي يتضمنها المهرجان تعكس قيمة التسامح النبيلة في الدولة. في شق مختلف، أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام القائمة القصيرة للفئات المشاركة في جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع. وفي هذا الصدد أشار المدير التنفيذي للهيئة سعادة فيصل جواد أمين عام الجائزة إلى أن لجان التحكيم كانت قد خلصت إلى النتائج المفضية إلى القائمة القصيرة والتي تمثل المرحلة النهائية للكشف عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة، حيث سوف يعلن عنها في حفل نهاية فبراير المقبل، معربا سعادته عن جزيل شكره وعميق امتنانه لمقام سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حفظه الله على متابعته الدؤوبة واهتمامه بتسليط الضوء على التجربة الإبداعية العربية لتعزيز مكانة الإمارة كحاضنة للمبدعين من خلال نشاط الهيئة الرائد والمتميز دوما في دعم الثقافة والمثقفين في الدولة. نهاية هذه القراءة الإخبارية لهذا المساء مشاهدينا مع زميلتي سهام.
شكرا ليالي على هذه الأخبار المنوعة. مشاهدينا، موضوع آخر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد الفضاء، والذي يناقش المشاريع والبرامج التي نفذها المركز منذ تأسيسه. نتابع معا هذا التقرير. الهدف وراء هالمبادرة طبعا استقبال الجيل الجديد، جيل الطلاب من المدارس إلى الجامعات، ونبغي نوصلهم اليوم فكرة قطاع الفضاء في الدولة، أن قطاع الفضاء اليوم قطاع حيوي مكون من عدة مشاريع مختلفة، مشاريع أقمار صناعية، مشاريع استكشافية مثل مسبار الأمل، ومشاريع رواد فضاء، إطلاق رواد فضاء إماراتيين. طبعا هذا الجيل على أساس أن يكون جيل مستمر وفي استمرارية، لازم ندخل الجيل الجديد معانا اليوم على أساس يعرفون أن هذا القطاع موجود ونبغي مشاركتهم فيه. دائما نحن عندنا مشاريع جديدة، واليوم إن شاء الله هاي بداية السنة ابتدينا بالحدث العلمي، ومثل ما تشوفون اليوم عندنا اهتمام كبير من الطلاب، عندنا أكثر عن 2000 طالب إماراتي وغير إماراتيين حضروا الحدث العلمي، فإن شاء الله هاي بداية طيبة لعام التسامح، وعندنا نحن أفكار لمشاريع جديدة بتنطرح إن شاء الله خلال السنة. في ورش مختلفة، في ورش حبينا نبتدي فيها أن نبين كيف بدينا مركز محمد بن راشد الفضائي، كيف بدأت القصة هاي، وبدأت بموضوع نقل معرفة مع دول مختلفة، وكيف نقدر نحن نستفيد بطريقة نقل معرفة ونقل العلوم، كيف نقدر ناخذ تقنيات من دول ثانية بالشراكة معاهم، ونقدر نوطن القطاع هذا ونوطن التقنيات هاي في الدولة. الحمد لله قدرنا نشوف طبعا نتائج هذا الشيء من ناحية الورش العمل المختلفة، المشاركات اللي عندنا الحمد لله، المشاركات الطيبة لهذا الحدث، الدراسات اللي قاموا فيها طلبة في الجامعات واللي يقدمونها عندنا في الحدث حاليا، الورش العمل اللي نقوم فيها واللي يشاركون فيها الطلبة أيضا، والعروض المختلفة الطلبة اللي في الجامعات أو عند أيضا في المدارس اللي قاموا فيها في الحدث هذا. فهذا يدل على شيء، يدل على الحمد لله إن يعني دعم الحكومة ورؤية الحكومة في يعني توجيه دولة الإمارات إلى المريخ يعني كان له أثر على جميع القطاعات المختلفة، وقمنا نشوف ناتج هذا الشيء. طبعا التنافسية عالية جدا، كل دولة تحب أنها تقدم الأفضل، كل دولة تحب أنها تنجز يعني إنجازات أكبر، طبعا من ناحية التعاون الدولي ولكن أساس هذا الشيء، فما في أي دولة تبدأ من الصفر، فالتعاون الدولي لازم يكون جزء من أي مهمة. فدول العالم صح أنها تتنافس ولكن أيضا تتعاون، هالحلو في الفضاء بغض النظر عن أي دولة أنت تكون منها أو أي دولة يعني مثلا شغال على المهمة، تبني على معرفة تم يعني الوصول إليها من مهمات سابقة من دول أخرى، مثل ما نحن استفدنا من مهمات سابقة في مشروع إمارات استكشاف المريخ لبناء وتصميم المهمة، دول ثانية إن شاء الله بتستفيد منها. خليفسات الحمد لله أول قمر يتم صنعته في دولة الإمارات، هذا روحه يعني دل على شيء، دل الحمد لله على المستوى اللي وصل فيه قطاع الفضاء في دولة الإمارات، والشباب بأيدي شباب إماراتي وشابات إماراتيات، هذا شيء نفتخر فيه نحن. مشاهدينا، وإلى عالم التطوع، حيث يمثل العمل التطوعي أحد أبرز أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي الذي تمتع به أبناء دولة الإمارات، كما يعكس مدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية. ومن هذا المنطلق أسست جمعية مواليف التطوعية التي تتكون من فريق عمل تطوعي من أبناء الإمارات الموجودين في جميع أنحاء الدولة. والمزيد من التفاصيل معنا في الاستديو الأستاذة موزة سامي الشويهي، رئيس جمعية مواليف الإماراتية التطوعية. خلونا نرحب بها. مرحبا بك أستاذة أستاذ موزة، نورتي البرنامج. شوفي أنا هسه بقول حصة، اللي قبل شوي نتكلم عن حصة. أهلا وسهلا، وأنا شاكرت لكم هذه الاستضافة وشكرا لكم. الله يحفظك حبيبتي. في البداية خلينا نتكلم عن هذه الجمعية، جمعية مواليف التطوعية، تعطينا نبذة عن هالجمعية. جمعية مواليف التطوعية هي جمعية ذات نفع عام، طبعا تأسست في 2008. نعم. وتم إشهارها من قبل وزارة تنمية المجتمع في 2014. جميل. هي مقرها الرئيسي في إمارة الشارجة، لكن في كل إمارة في متطوعين وفرق تمثل جمعية مواليف. حلو، خلينا نتكلم عن أهداف هذه الجمعية.
أهداف الجمعية طبعا مثل ما أنتم عارفين المجال التطوعي صار الحين مجال أساسي في توجه دولة الإمارات يمثل دولة طبعا. فدائما احنا لما بنتكلم عن التطوع وتوجه الدولة فالأهداف بتكون هي تصب في ثقافة تطوعية تأهيل الشباب وتثقيفهم وتطوير مهاراتهم على أساس أنهم يكونون قادرين على أنهم يعطون في المجال التطوعي يعني. فهذه أبرز الأهداف يعني في جمعية مؤلف. أكيد ولكم رسالة أكيد رسالة خاصة أو رسالة مجتمعية تنشرونها للمجتمع كافة. طبعا طبعا هي رسالة جمعية مؤلف في المقام الأول نشر الثقافة التطوعية نعم. وما بنشرها بشكل يعني بس أنها هي ثقافة وخلاص لا أنها هي تواكب حتى التطور اللي مع الدولة والتوجهات الدولة نعم. طيب قلتي موزة أن في فعاليات أنتم تشاركون فيها أو خدمات تقدمونها خلينا نتكلم عن هالخدمات أنا بنطلع أكثر على الخدمات اللي تقدم من خلال الجمعية للمجتمع. الخدمات متنوعة بما أننا نحن نتكلم عن عمل تطوعي نعم. فالعمل التطوعي فيه مرونة كثيرة صحيح. فهو داخل في أكثر من مجال إذا يأتي عن مجال التدريب فهو يختص في مجال التدريب في تطوير مهارات الشباب صحيح. وأيضا يصقل خبرات المدربين والمدربين أنهم يعطون خبراتهم لهذه الشباب صحيح. أيضا دور الجمعية أو الرسائل اللي توجهها الجمعية للمجتمع أن هي تكون مساهمة مع المؤسسات في الخدمة التطوعية بمعنى أن ممكن نشوفين أن في مؤسسة عندها نشاط معين محتاجة متطوعين يساهمون أو يساعدونهم فالجمعية تكون مساهمة معاهم في هذا الدور نعم. فالدور المجتمعي مركزين عليه أكثر لأن أساساً هو يدخل في أكثر من مجال أكيد وزاد تكلمنا عن التطوع سابقاً ونظرة المجتمع أو الأفراد ككل مشاركتهم حالياً في التطوع كيف؟ النقلة يعني اللي نقول فيها والله تغيير المفهوم هذا السؤال أنا يعجبني وشكراً أنك سألتيه نعم. لأن فعلاً إحنا إذا بنتكلم عن حقبة وحقبة نعم. في مجال تطوعي في فترة من الفترات الزمنية المجال التطوعي أساساً موجود عندنا إحنا من خلقنا صحيح يعني مش شيء جديد مضاف علينا في ديننا الإسلامي نقول فزعة أيوة الواحد يفزع على الثاني ما يتطوع روحه بالضبط فهي موجودة أساساً نعم. لكن كيف تم الممارسة هني السؤال نعم. كيف ممارسة هذه الخدمة التطوعية ما بين جيل وجيل نعم. فحاليا احنا نشوف وايد افضل من فترات سابقة لان صار تركيز وتوجه حكومي اكيد فطالما ان صار تركيز على هذا المجال فبالتالي صارت عوامل وايدة مساعدة فيه يعني ما صار في عمل تطوعي عشوائي اكيد تحت مظلة قانونية موجودة تحت مظلة قانونية ايضا صار في مفاهيم واضحة لان حتى قبل لو بتلاحظين انه يقول لك عمل تطوعي معناته مربوط بالخيري يعني نعم. انا بتبرع معناته اني انا عملت عمل نعم. تطوعي انا بقدم مثلا مساعده معينه معناته ان هذا عمل تطوعي او بعد ممكن بعض ما بنقول اكثر طبعا بعض الاماكن اللي كانوا يتطوعون فيها الشباب او البنات ما كانوا يحصلون ذاك الاحترام انهم متطوع وخلاص بالضبط. اما الان لا في حفظ حق هذه الحقوق في قاعده صارت في قاعده نعم. وفي ضوابط في الموضوع وايضا مثل ما قلت لك في نقاط صارت واضحه نعم. يعني انا لما راح اتطوع وين راح أوجه نعم. تطوعي هل مجتمعي هل هو إنساني هل هو خيري هل هو مؤسسي صحيح. فالتوجه واختيار الهدف صار نعم. وايد مهم نعم أكيد الشباب اللي عندكم والبنات اللي عندكم يخضعون لدورات تدريبية يكون في بعض الفعاليات اللي شاركوا فيها كبروتوكول وغيره 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 خلينا نتكلم عن هالدورات أو دور الجمعية في صقل شخصية المتطوع المتطوعة بما أن نحن هدف من أهدافنا الثقافة فمعناته أن الدورات التدريبية هي أساس المتطوع فاليوم أنا إذا بجيب متطوع نعم. على أساس أني أنا أنزله في ميدان العمل التطوعي أكيد. يفترض هذا واجب من المؤسسة اتجاه المتطوع صح تأهلينا بالضبط لازم أني أنا أهله ثقافيا أهله فكريا أهله نفسيا حتى نفسيا يتأهل انه هو يقدم هذه الخدمه صحيح. يعني اذا انا بتكلم نفسيا معناته ثقة اني انا بتكلم مو بس ثقته بنفسه كيف التعامل مع انماط الشخصيات صح لان انت راح تكون في مجتمع مختلف الفئات ومختلف صح. الانماط ومختلف الشخصيات وانت اليوم متطوع جاي تبى تقدم خدمه تمثل بعد تمثل جهه تمثل دوله قبل جهه نعم فكيف انت تكون مهيئ ثقافيا
ونفسيا في انك انت تقدم هذه الخدمه. نعم الله يعطيكم العافيه ويزار حسناتكم يا رب. الاقبال تشوفين اقبال الشباب اليوم كبير، تحسين من نفسه يقول لك انا باكون معاكم. كبير كبير لان صارت مثل طفره المعرفه. صح، فطفرة المعرفة هذه خلت الشباب يبون يتعرفون على المجال التطوعي شو هو. وروح التطوع تحسين روحها مدرسة أصلاً. بالضبط. فيدخلوا لك الشباب بأهداف مختلفة، يعني في حد يقول لك أنا أبى أفهم شو يعني تطوع. نعم. أنا بتعلم أنتم شو تسوون، شو مجالكم، نعم. شو عالمكم. فالإقبال كبير. وهذا شيء جيد، يعني هذا شيء. وبعد احنا نقول يفتح باب رزق، يعني من خلال هذا الطالب او هذه الشابه او الشابه من خلال تفاعلهم في المجتمعات طبعاً. او مشاركاتهم يعني تعطيهم مجال مثل سي في لهم. طبعا طبعا. وهي النقطه اشكرك انك ذكرتيها، لان في الساعات التطوعيه نعم بعض من الشباب غير مدرك اهميه الساعات التطوعيه. نعم. يعني فرضت عليهم في الكليات في المدارس. أيهم يتحرون بالساعات وخلاص ناخذ ساعات بالضبط، لكن الساعات التطوعية هي فعلا تعادل السيرة الذاتية. صح. يعني لما أنا أسأل، إحنا في مجال التطوع دائما لما أنا بجلس معك بقول كم ساعة تطوعية عندك؟ مثلا بتقولي أنا عندي 5000 ساعة تطوعية. أنا صاحبة الخبرة بكون منبهرة، 5000 ساعات تطوعية معناته أن أنت وصلتي لدرجة. صح. من الخبرة. أكيد. والثقافة والعلم، لأنك تنوعت عندك. أكيد. فالساعات التطوعية خلال المبادرات عدنا أذكر موزة، يعني مرة تقدمت في مكان أوكي بس ما كملت، بس يوم قدمت السي في مالي وشافوا أعمال التطوع اللي أنا مسويتها أو اللي أنا داخلة فيها قالوا خلاص أنت يعني كأنك أنت المدير بتستوين. بالضبط. يعني هاي شفعت لي كلها. صحيح. شفعت لي لأن فعلا تسقط شخصيتك تتغير كل شيء، تنمي كل شيء فيك. أنا أعتبرها هي دورة، هي مرحلة. حتى المتطوع لو بتلاحظين أنه يقوم بأكثر من مهمة. صح. يعني عندك مهام إدارية. صح. ممكن يقوم فيها مهام تنظيمية تنظيمية، فهذه كلها خليط من معلومات تأهله شخصيا انه هو يكون قادر ومؤهل انه يدير لك اي وظيفه او ان انت تحطينه يكون قائد بعد تسقى شخصيته. شكرا موزة فعلا على هالمعلومات الجميله وعلى الحس التطوعي الموجود الحمد لله في عيالنا اليوم. الحمد لله. وفيكم الخير والبركه. شكرا. الاستاذ موزة سامي الشويهي رئيس جمعيه المواليف الاماراتيه التطوعيه، شكرا على تواجدك اليوم معنا بالبرنامج. شكرا جزيلا. تسلم. الله يحفظك حبيبتي. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريانا. مشاهدينا، حرصت القيادة الرشيدة في الدولة على ترسيخ الابتكار، ثقافة وأسلوب حياة ضمن منظومة متكاملة. تعمل حكومة الإمارات من خلال استراتيجياتها الشاملة على تعزيز دور الابتكار كمحرك رئيسي للتطوير الحكومي ورافد أساسي للتنمية والنمو الاقتصادي، بالإضافة لتعزيز مكانة وسمعة حكومة دولة الإمارات كمركز ابتكار عالمي. وللمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة غادة المرشدي، مدربة معتمدة في الإدارة والقيادة والإبداع. دكتورة مرحبا بك، نورتي البرنامج. دكتورة غادة. يا هلا، مساء الخير. مساء النور حبيبتي، الله يعطيك العافية. في البداية دكتورة لو نتكلم عن تعريف الابتكار. أكيد لو بدينا نعرف الابتكار والإبداع لأنهم وجهين لعملة واحدة. الإبداع هو دائما تركيز على ولادة أفكار جديدة. نعم. أفكار غير عادية، وهي تكون ناتجة من المخيلة. غالبا صعب إحنا نقيس مدى نجاح الإبداع. نعم. وبالعادة ما تحتاج لتكاليف مالية، ولكن الابتكار هي تنفيذ للأفكار. جميل. بأسلوب غير عادي، وهي ممكن احنا نقيس درجة الابتكار ونسبة نجاح الابتكار لانه يتعلق بمنتج. فهذا. نعم. هو الفرق بين الابداع والابتكار. جميل. دكتورة غادة، كيف نعزز ثقافة التفوق الابداع والابتكار لدى الجيل الناشئ؟ اذا ذكرنا ان الجيل الناشئ هو طبعا البذرة الاساسية وهو الطفل. صحيح. فاحنا دائما نحاول نعزز التفكير الابداعي. كيف احنا ممكن نعزز التفكير الابداعي؟ من خلال ان نخلي الطفل دائما هو يتخذ القرارات بنفسه، يحاول يطرح الاسئلة، يحاول دائما ان نوفر له عناصر وادوات تحفز الخيال عند الطفل. صحيح. دائما نقوم بعملية مثلا العصف الذهني، الشخص نفسه الطفل هذا هو يستخرج الافكار. دائما نسأل الاسئلة بطريقة مفتوحة عشان توسع مدارك
الطفل. نعم. القراءة دائما تفيد، الأنشطة، ننمي القدرات الحركية للطفل، طبعا العديد من الاستراتيجيات اللي ممكن نستخدمها. نعم، ما شاء الله القيادة الرشيد مهتمة وايد بهذا الجانب، خلينا نسلط الضوء شوي عليه. أكيد إحنا مقبلين على شهر فبراير، هو شهر الإمارات للابتكار. نعم. لو تكلمنا طبعا عن بعض المراكز اللي أنشئت في الدولة للابتكار، مثال مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي. نعم. الذي أطلق طبعا دليل لتعلم الابتكار. اليوم ما شاء الله كانت جامعة الإمارات العربية المتحدة طبعا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي كان هناك منصة للمبتكرين ورواد الأعمال، وأيضا خلال أسبوع أبو ظبي للتنمية المستدامة دار التنمية الاقتصادية أطلقت مبادرة منصة رواد التكنولوجيا والابتكار طبعا للمخترعين في المجال البي، فهناك الكثير الكثير من مبادرات والفعاليات في مجال الابتكار في الدولة. نعم. الحمد لله. دكتورة غادة، في فرق ما بين المرأة والرجل ابتكاريا وإبداعيا؟ يعني في نقول الرجل متفوق على المرأة والمرأة متفوقة على الرجل في هذا الجانب؟ إذا اعتمدنا مثلا على الدراسات السابقة من خلال القرون السابقة، هو الاعتماد كان أن الرجل، يقولون أن الرجل كان هو يفوق المرأة بمراحل، ولكن السبب هو أن الرجل دائما يتعرض للبيئات الخارجية. صحيح. التجارب الموجودة، ولكن طبعا حاليا أغلب الدراسات تقول أن لا، الإبداع بشكل عام موجود في كل البشر. صحيح. كان رجل أو أنثى، ولكن الفرق يكون في فرقين، هو الرغبة الداخلية للشخص وأيضا البيئة المحفزة. نعم. أكيد. تساعد طبعا على الإبداع. أكيد. دكتورة غادة، كلمة أخيرة تقدمينها من خلال برنامجنا. طبعا برامجكم هو كل برنامج إبداع وابتكار، ومشكورين طبعا على هذا الاستضافة. شهادة نعتز فيها. دكتورة غادة المرشدي، مدربة معتمدة في الإدارة والقيادة والإبداع، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. شكرا لك. الله يعطيك العافية. مشاهدينا، وإلى موضوع آخر بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفلت اليوم مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي بالإنجازات التي حققها على صعيد جراحات زراعة الأعضاء، وذلك بحضور فريق زراعة الأعضاء وكبار المسؤولين والمستشفى من مسؤولين من قطاع الرعاية الصحية في الدولة والمستشفيات الأخرى، بالإضافة إلى المرضى الذين خضعوا لجراحات زراعة الأعضاء. المزيد من التفاصيل مشاهدينا تابع معنا هذا التقرير. اليوم جدا مميز لأنه يأتي في عام التسامح في دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة. البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء انطلق بعد صدور المرسوم من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. الحمد لله انطلق إلى آفاق جديدة، لأن دولتنا عندها برنامج متكامل للتبرع وزراعة الأعضاء، شملت إلى الآن التبرع وزراعة القلب والرئتين والكبد والكلى. يمكن قبل أيام خلصنا أو تمت عملية التبرع من رقم 13 من متبرع بعد الوفاة، ساهمت في إنقاذ حياة أكثر من 40 شخص بحاجة إلى زراعة الأعضاء المتعددة. بعض هذه الأعضاء من ضمن اتفاقية التعاون مع المملكة العربية السعودية. التبرع ممكن يكون حتى بين الأحياء الأقارب إذا كانوا بحاجة زراعة كلى أو كبد، وكذلك هذا البرنامجين يعني موجودين في الدولة. I would like to introduce our patient Rahima, who received last year a double lung transplant successfully. She was suffering fibrotic pulmonary disease, and without the transplant, Rahima could not live as she's living today. She was sitting on the chair with oxygen, no quality of life, and today she's here with to celebrate the first year survival and Rahima. Assalamu alaikum. أول شيء بدي أقدم شكر أول شيء طبعاً للشيوخ الإمارات وللإمارات نفسها وشيوخها ولإدارة المستشفى
للدكتور رضا، دكتور فادي، لجميع فريق العمل كامل يعني للأمانة، لأنه كل ما قصر معايا طبعا الفضل بعد الله. ثم برجع كمان دكتور رضا ما قصر، دكتور فادي كمان تابع معي متابعة فوق ال يعني تفوق يعني صراحة، يعني حتى بإجازة ببيته بهذا كانت معاملة كتير 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 طيبة. طبعا هذا أنا بقدم جزيل جزيل الشكر لهم كلهم، إنه أنا سبحان الله كنت إنسانة تفقد الحياة لإنسانة طبعا سبحان الله زي ما أنتم شايفين يعني الحمد لله من فضل الله. عم نحتفل اليوم بهاليوم اللي حققناه من سنة 2017 بداية زرع الأعضاء بالكليفلاند كلينيك أبو ظبي، وطورنا زرع الأعضاء من زرع الكلى إلى زرع الكبد والقلب والرئة، والمرضى اللي عم يستفيدون منه حقيقة هن جميع المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات، ولحنا لازم يكون هلا لحنا حافز لنا لجميع المواطنين والوافدين والمقيمين بدولة الإمارات أنه يشجعوا تبرع الأعضاء لحديت هل ما يكون هالبرنامج يتطور ويستفيدون منه مرضى اللي عندهم الفشل الأعضاء. حياكم الله مشاهدينا. تقوم الهندسة المعمارية على المعرفة بالعديد من فروع الهندسة الخاصة بالتشييد والبناء، بداية من التصميم المعماري والإنشاء إلى صيانة وتشغيل المبنى، وتأتي أهمية المهندس المعماري من أنه يكون على دراية كافية عن المبنى ككل، فيكون المهندس المعماري ملماً بكل جوانب المبنى من حيث الإنشاء والتهوية والحركة والتوصيلات الكهربائية وأيضا التصميم المعماري. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع معنا في الاستديو المهندس المعماري ومالك مكتب مساكن الاستشارات الهندسية في الفجيرة وائل الأشرم، خلونا نرحب به. مرحبا أستاذ وائل، ونورت البرنامج. الله يعطيك العافية. أتوقع أن لمسات المهندس مطلوبة في كل مكان. طبعا أكيد طبعا. شو الأبرز ما يميز المهندسين المعماريين عن غيرهم؟ هلا اكيد المهندس المعماري هو يجمع الشقين، الشق الهندسي اللي بيميزه بانه بياخذ الامور بيفهم الامور بطريقه رياضيه هندسيه بحته، والشق الثاني اللي هو الشق الفني. المهندس المعماري هو فنان قبل ما يكون مهندس. هو عارف بالالوان، عارف بتكوينات العلاقات مع بعض، الكتل، انسجامها وعلاقاتها. حلو. كيف يتعاطى المهندس مع هذه الهندسه المعماريه؟ كيف يتعاطى المهندس مع هذه الهندسة المعمارية؟ كيف يقدر يدخل يعني نقول لمسات المهندس بروحه؟ طبعاً نحن بنبدأ شغلنا في الأساس في التصميم. هو التصميم دائماً يعتمد على زي ما خبرتك على الشق الهندسي اللي فيه. وعلى الشق الهندسي اللي فيه. أنا لما بقوم بتصميم معين أنا في نقاط هندسية كتير لازم نكون مراعيها ومتابعها طبعاً. صحيح. مثل الشك، مثل الوظيفة مثلا، الحركة، الفراغات، علاقاتها مع بعضها، الدخول، الوظائف، الترابط، هاي الأمور كلها مع بعض. نفس الوقت أنا لازم أعطي المالك الشكل الجميل اللي هو متخيله. النقاط الفنية، المظهر الجميل اللطيف اللي يعني هاي في حالة إن مثلاً المالك إنه أعطاك تصميم أو حط في باله تصميم، لكن السعر أنت تشوفه مكلف، فأنت تحاول هني تحاول تغير أو إنك تعطي شيء الأنسب. نحن الحقيقة لما من أول ما ببدأ بتصميم أي مشروع بغض النظر عن كونه مسكن مثلاً أو بناية سكنية أو مشروع تجاري أو شيء، أنا بجلس مع المالك أو الستيك هولدر بحاول أفهم منه كل المعلومات عن المشروع. أنا بحاول أفهم تطلعاته. إنه أنت كشخص تبغى تسوي بيت لإلك تسكن فيه. أو يعني أنا بحاول أكثر من إني أسأله أسئلة، أعرض عليه سلايدات معينة، مقتطفات، أمور معينة، بحاول بطريقة معينة أفهم منه البادجت اللي هو راصدها للمشروع. أنا كل شخص بيجيني هو بده تصميم، هو بتخيل نفسه إنه لازم يحصل على أفضل تصميم. أكيد. سواء كانت يكون مختلف يعني عن غيره. أكيد. سواء كان البادجت مالته مثلا مليون أو 10 مليون، فهو لازم يحصل أفضل شيء. صحيح. تمام. فأنا بحاول يعني
بأسلوب معين أني أفهم أنه هو شو طلبه كوظيفة، كمساحات، كعلاقات، حاجته، عائلته مثلاً كم حجمها، بحاول بشكل أني أنا أقدر أعطيه طلبه لا أكثر ولا أقل. نعم. وأوزع البادجت اللي هو مراصدها للمشروع بطريقة أني أنا أقدر التصميم اللي سويت له إياه أقدر أنجح فيه وأخليه يعني يعجبه، يعجبه ويطلع زي ما هو شايفه عندي وأكثر. نعم. تمام. أحيانا نحن بنصطدم بالبعض أنه أنا بعمل تصاميم معينة وقت بنجي للتنفيذ أو شيء أنه مثلا البادجت أقل من صحيح من المتوقع لتكملة أو تنفيذ المشروع. فهي النقطة نحن كتير بنحاول نراعيها أنه أنا بستنتج، بحاول بجلسة وتنتين مع المالك أعرف طلبه من كل النواحي، سواء من ناحية الوظيفة. نعم. الجماليات، الشكل، تمام، هو أي شكل يرغب أنا بحاول أعرض عليه مثلا. نعم. مشاريع سابقة أو شيء أو نقاط معينة، يعني بحاول استنتج استشف منه هو شو رغبته. نعم. طيب كيف تربطون بين الكتل والالوان ومواد البناء المختلفة؟ كيف هذه يعني تعمل عليها عملية ربط مع المالك او مع اي شخص يبى يقوم في بناء شيء؟ هلا طبعا نحن تختلف بين مشروع واخر. نحن نعم. لما بنبني او بنصمم فيلا سكنية مثلا غير لما بنصمم مشاريع مثلا مستشفيات او عيادات مدارس او حتى مدارس. طبعا في ثلاث اربع عناصر اساسيه هي ترعى بكل تصميم. نعم. تمام. تختلف اولويتها بين تصميم والاخر. فمثلا انا بتكون تصميم مشفى، فالوظيفه هي اهم شيء وهي الشيء رقم واحد اللي بناخده بعين الاعتبار. تمام. لانه المشفى ان كانت العلاقات وتوزيع العلاقات والاقسام مرتبطه مع بعضها بشكل صحيح. صح. من نقطه دخول سياره الاسعاف او المريض او حتى الطبيب او الاداري لغايه الخروج او شيء، اذا كانت صح فالمشفى نجح معي والمشفى كانت يعني على حركته صحيحه. العنصر الثاني طبعا البادجت اللي هي كمان كثير لها دور مهم. صحيح. هلا وقت بيكون الموضوع عند تقريبا مثلا فيلا سكنيه مثلا انه لا شخص هو يبى يسكن فيها ويبى يعيش، ف هون بيدخل معنا عامل بيكون أهميته أهم من العاملين السابقين اللي هو الشكل مثلا، اللي هو الفراغات كراحة، كعلاقات مع بعض، كشكل أنه هو حيتعايش مع هذا الشكل. صح. كل يوم حيعيش بهالبيئة كل يوم. مملكته بتكون خلاص. مملكته صحيح. نعم. فأنا هون بحاول أنه أعطي أفضل شكل، طبعا شكل مستند على أسس معينة، أنا على قوانين هندسية معينة، وبحاول أستنتج أنه أقرب شيء لقلبه هو شو يبقى، هو شو بده. نعم. تمام. نعم. طيب مهند سؤال، ما تحس أحيانا أن مثلا مساحة الأرض مثلا تختلف أو تخرب بعض المشاريع؟ يعني مثلا أنا أبي فيلا بس عندي مساحة الأرض جدا صغيرة وأبي فيها أكثر من شيء، انت كيف تساعدني او كيف تحاول تقنعني مثلا لا استغني عن هذا الشيء، او ممكن انت تنفذ نفس المشروع اللي انا ابا بطريقه ثانيه؟ والله انا يجيني البعض ويقول لي الارض صغيره، فانا بالنسبه لي كمهندس معماري، كديزاينر، كمصمم، نعم، اخر شيء بجد فيه صعوبه هو مساحه الارض. اخر شيء انا ممكن يعني مساحات كبيره او مساحات صغيره اعطي المالك طلباته ورغباته حقق له اياها، سواء هو محتاج مسبح او محتاج اضافه او شيء. هلا انا زي ما خبرتك في عده امور بتناقش فيها مع المالك، يعني هي ممكن ما تكون في باله في الاول. صح. واحده منها انه انت الحين بتبني تبي تسوي تتوسع في المستقبل بعد خمس سنين ولا 10 سنين ولا لا، في ناس ما يفكروا بهالنقطه. تمام. فانا في نقاط باخذها بالاعتبار بالبناء حاليا، بالكونستراكشن، او انه يبي طابق ثاني بعد فاضي. تمام. او اضافه طابق ثاني او استغلال السطح، او تبقى يكون في زراعه على السطح او جلسات، في امور كثير متشعبه. بالنسبه لي غالبا المساحه ما تكون عائق، مساحه الارض بالعكس. انا كل ما كانت المساحه او الشكل صغير او مش متناظر بيكون بالنسبه لي زي تحدي انا اقدر اخلق شيء جديد واعطي. يعني اتوقع مو كل الاشخاص، ممكن الشخص المبدع، المهندس المبدع اللي يقدر والله ينقل هالنقله الجميله زي ما تفضلتي. صحيح. هو الديزاينر. نعم. واللي يعتبر نفسه ديزاينر ويحب هالمجال ويستمتع فيه، هو أكيد رح يبدع فيه. نعم.
فأنا كثيرين زي ما تفضلتي بيجوني وعندهم هاي النقطة أنه أرضنا صغيرة، أنا بقول لهم لا أرضكم مش صغيرة، شاء الله عليك أرضكم شو تبوا فيها أنا بسوي إن شاء الله، يعني حتى ممكن تتوسعوا في المستقبل، بس خبروني أي شيء. طبعا أنا يعني أنا صرت أجهز نفسي أني أنا أسألهم، نعم. يعني ممكن البعض ينسوا أو ما يخطر بالهم أفكار أو شيء، فأنا بجهز لهم زي أسئلة زي سلايدات زي أمور معينة عشان أعطيهم الشيء ذات نفسهم هم مش متوقعين هو أنه يفوق توقعاتهم. الله يعطيك العافية. كمسكن كتصميم نعم، خلينا نتكلم عن النهضة العمرانية في إمارة الفجيرة خلال 10 سنوات هذه، طبعا طفرة كبيرة ما شاء الله وتنوع معماري في ما شاء الله الفجيرة. فعلا الفجيرة شهدت نهضة عمرانية كبيرة كانت، نعم. وملحوظة جدا للي كان موجود في الفجيرة آخر فترة 10 أو 15 سنة لاحظها، نعم. لاحظها بأول شيء يعني فينا نلاحظها بعدة أمور، طبعا سببها الانفتاح الكبير، صحيح. للإمارة والاستثمارات اللي دخلت على الإمارة، نعم. بمجالات متعددة سواء منها النفطية مثلا أو سواء السياحية أو هلا اكبر مثال مشفى الشيخ خليفه على الكورنيش، نعم. يعني مشفى ضخم واول من نوعه بالمنطقه الشرقيه كلها، صحيح. وما شاء الله يعني الانجاز فيه غير النوادي الرياضيه وفنادق، طبعا النوادي الرياضيه ونوادي حتى المباني القتاليه حتى المباني السكنيه، الفلل السكنيه، يعني وانت ساير في تنوع وفي اختلافات بالمباني، تنوع جميل. لا تماما، يعني المواطن حقيقة بلش يزداد الوعي عنده، يعني أنا لاحظت بآخر فترة نوعية الملاك صار يعني يطلبوا التصاميم المميزة، نعم. ويحاولوا يختاروا الشخص اللي هو بيقدر يخدمهم أو بيقدر يعطيهم أمور يعني تكون جميلة، يعني أو نعم. يعني صار الوعي والانفتاح بشكل عام كثير اختلف وتطور عندي. مهندس وائل، في مرة يعني ياك مالك وقال لك مثلا أنا أبي نفس التصميم الفيلا اللي مثلا شفتها شخص معين، هل أنت تسويها بنفس الطريقة بالضبط أو متغير فيها؟ والله ومهندس آخر طبعا مسوينها أو شخص ثاني؟ والله تتكرر معي ويجوني البعض، وحقيقة أنا نعم. بقول له انسى أنت شو شايف وقلي شو طلبك. أي. يعني أنا البعض يقول لي أنه أنا في عندي هذا التوزيع أو هذا المخطط، أبي تكبر لي أو تصغر لي، أنا بقول له لا، نحن عندنا أسلوب مختلف في العمل، نعم. أنا بجلس معك ومندردش شوي ومنحكي شوي وأنا بعرف أنت شو طلباتك، أنت شو تبى تسوي سواء كمساحات كبناء عائلتك، نعم. كم بتعيش بهالفيلا بتعيش فيها بتستثمرها، هي سكنك الدائم، فأنا عندي أسلوب معين، أنا بجلس مع المالك وبعطيه الشيء اللي له فقط اللي بيناسب له فقط. بالنسبة لي أنا أصمم شيء من الصفر أسهل لي من أني أنسخ أو أكرر، أنا ما بحب هال، والبعض بيجوني من مبدأ أنه لا أنتوا شوفوا أنا شو بقدم لكم وفي منهم يجون بس بتصاميم مثل ما قلت تصاميم تقليدية أو ثابتة وما عندهم ذاك الإبداع، فأنت أكيد تدخل منكم تعطون اللمسات الإبداعية إنه لا يعني هالبيت أكيد هلأ أنا بحاول أعرض بعض الصور، نعم. البعض منها من شغلي في المكتب والبعض منها كنماذج في محاولة فقط لحتى أعرف أنت ميولك وين، أنت شو تبى أكثر، أنت تبى كلاسيكي ولا تبقى مودرن ولا شيء بين الستايلين، اعرف استقرئ افكارك، نعم. من نظرتك للصور، من استقراءك للصور، وبالاخر طبعا انا لي وجهه نظر اكيد ولي رايي وبنصح بوجه باسلوب معين انه هذا الستايل حقيقه صار قديم انت اي، وبعدين في منهم مثلا ستايل معين في منطقه مودرن، يعني منطقه مثلا مدينه حديثه هو يبقى مثلا بيت تراثي مثلا ما يستوي ما بين البلاد، اكيد الفرق. اكيد في كثير عوامل، موقع الارض ومكانها كمان يأثر، فيكون في تدخل منكم يعني بس بطريقه حلوه انك فعلا تكسب المالك. في نصيحه اكيد ما يطلعون زعلانين عندك يعني اكيد لا يمكن والنصح اهم شيء، الامانه في كنوع من الامانه في العمل والنصح يعني. اكيد بناء المسكن اكيد في معوقات، شو هي معوقات بناء المسكن بالنسبه لكم؟ والله انا زي ما خبرتك هلا في امور كثير نحن ممكن نصادفها مع المالك، بس نحن لو في الأول قدرنا نتداركها ونحلها ونوضح للمالك أنه في أمور معينة نحن نحاول نتحاشاها،
حتكون الأمور ماشية بسلاسة إن شاء الله. فزي ما خبرتك أول موضوع اللي هو أنا لو عرفت المالك مثلا البادجت تبعه والتوجهاته، التمويل هاي بيكون مرة واحدة أو بتوزع على 3 سنين مثلا. والثقة، أنا أحس أن أهم شيء ثقة المالك في المهندس أو في الشخص اللي بيكون يسوي له هالشيء بعد. هلأ أي شيء أساسي أنا بلمس الثقة بصراحة يعني. أنا بعض العملاء أعطيني ثقة يعني إن شاء الله أكون قدها. لا ما شاء الله عليك يعني مهندس وائل، يعني من شخصيتك أنا حاليا بس قاعد أحاول هدوءك يعني عندك اللي يشوفك يعني شخص فعلا محتاج شخص يكون عنده طول بال، عنده حسن استماع. بحس أن هالمواصفات بس من خلال حواري معك حسيت أنك فعلا عندك هدوء، عندك صبر، يعني حاب أو تسمع حق المالك شو يبغى بالضبط. هذا اللي لمست الحين. أكيد يعني أنا في الآخر يعني زي ما خبرتك المسكن هو مسكنك أنت حتعدي فيه. نعم. أنا إلي وجهة نظر من خبراتي من خبرة مهندسين اللي معاي، بس في الآخر هو بيتك. أكيد. هو جنتك اللي أنت بتعيشي فيها، فلازم أنا لو كنت أنت راضية وعاجبك المسكن ومقتنعة فيه فأنا بكون نجحت بالمهمة طبعا. طبعا وأنا زي ما خبرتك في عدة أمور أنا بحاول من خبرتي أني أتلافها قبل ما تحدث، بعضها في التمويل، بعضها في اختيار اللي بينفذوا المقاولين. صحيح. اللي بينفذوا اختيار يعني البعض ممكن يعمل تصاميم نجي على التنفيذ على الواقع نكتشف انه في امور صعب تتنفذ. اكيد. وان تنفذت حنحتاج شركات بخبرات عاليه وكلفه ضخمه، فانا ليش من الاول اعمل تصميم ما حقدر نفذه او صحيح. او مجرد انا اعطي صوره وحلم للمالك وفي الآخر نجي على الواقع التنفيذ شيء ثاني. لا أنا مسؤول عن المبنى ولو مش أكيد. أنا المقاول. صحيح. بس أنا مسؤول عن المبنى لحتى المالك يجلس فيه ويستلمه، مسؤول أنه يطلع زي اللي أنا صممت له يعني. أكيد. وإلا أنا ما بكون نجحت بالتصميم وما أعطيت المالك حقه. الله يعطيك العافية المهندس المعماري ومالك مكتب مساكن الاستشارات الهندسية في الوجيرة وائل الأشرم، شكرا تواجدك اليوم معنا برنامج. العفو. الله يعطيك العافية. شكرا لك. الله يحفظك. يعطيكم العافية. مشاهدينا أكيد مكملين معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. مشاهدين تشجيع الشباب للعمل التطوعي والمشاركة في البرامج المجتمعية والوطنية لتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن والعمل من أجل توظيف كافة الإمكانيات والفئات للارتقاء بالمجتمع واستثمار الطاقات وتعميق روح التطوع بين جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج التدريب والتأهيل للمتطوعين. ومن هذا المنطلق تم إنشاء جمعية مجلس سفراء الإمارات. والحديث عن هذا الموضوع معنا الدكتور هاشم الوالي المنسق العام لجمعية مجلس سفراء الإمارات. مرحبا بك أستاذ، نورت البرنامج. مرحبا بك دكتورة. مرحبا فيك. مرحبا دكتورة، حياك الله. يعطيك ونور مشاهدينك الكرام. الله يسلمك. الله يحفظك يا ربي. دكتور خلينا نتكلم او نبدا تعريفيا عن جمعيه سفراء مجلس الامارات والاهداف الرئيسيه من انشاء هذه الجمعيه. والله شوفي، جمعيه سفراء مجلس الامارات هي وليده عهد، عمرها ما تتجاوز السنه وتقريبا 3 شهور. نعم. كنا برنامج تطوعي والحمد لله جت الفكرة أنه بدل ما نكون برنامج بحكم الأعداد الكبيرة. نعم. اللي انتسبت لهذه الجمعية وبعض البرامج اللي تقدم اليوم للجهات الحكومية والمجتمع، فمنصتنا راحت وصارت أكبر مما كنا متوقعينه، فبالتالي انتقلت الفكرة من برنامج إلى جمعية ذات نفع عام مصرحة من وزارة تنمية المجتمع، ومشكورة حقيقة وزارة تنمية المجتمع. نعم. على هذه الثقة العالية في إعطانا هذا الدور المجتمعي الرائد الرائع في مجتمع الإمارات. نعم. أهدافنا الله يسلمك تعزيز طبعا روح يعني المبادرات المجتمعية الوطنية كالتطوع، أيضا الولاء والانتماء من ضمن الأهداف اللي عندنا اليوم، ترسيخ مفهوم وثقافة العمل التطوعي لدى الأجيال. نعم. من خلال البرنامج اللي تقدم عندنا اللي هي مبادرة سفراء الغد اللي هم الأطفال إن شاء الله. نعم. فيعني هذه من ضمن الأهداف اللي حاطينها لهذا البرنامج. الله يوفقكم يا رب. الأشخاص والجهات المشاركة في جمعية سفراء مجلس الإمارات. والله شوفي، الأشخاص من كافة شرائح المجتمع، من كل فئات المجتمع، من المواطنين وغير المواطنين، ما شاء الله، والجهات والمؤسسات الحكومية. نحن يعني لما كنا برنامج تطوعي وقعنا أكثر من 3 مذكرات تفاهم مع جهات، نحن مقرنا في إمارة عجمان،
فتقريبا اغلب الجهات تتعاون معنا في الاماره نفسها. كانت سيدات مجلس سيدات اعمال عجمان وبعدين في مراكز تدريبيه، لان عندنا جانب تدريبي ندرب فيه المتطوعين من خلال برامج تطويريه وبرامج تفيدهم سواء كانت مجتمعيه او حتى في الجانب الوظيفي والجانب الشخصي كتطوير الذات وبناء الذات وغيرها من هاي البرامج. فكل المؤسسات حقيقه لها دور كبير، وهذا يعني ان دلنا ما يدل على وعي هاي المؤسسات في مجال التطوع، لان نحن دورنا اليوم نغطي بعض الاشياء اللي تحتاجها هاي الجهات المؤسسات الحكوميه اللي تحتاج تنظيم بعض الفعاليات وتغطياتها اعلاميا وتواجدها وتسجيل منتسبيها او المشاركين في المبادرات والفعاليات. فهذا دورنا حقيقه، وهذا اقل شيء نقدمه لهذه المؤسسات اللي تخدم الدوله. اكيد دكتور، اذا بقول لك كلمتين الامارات والتطوع شو معناتها؟ الإمارات والتطوع، يعني الإمارات والتطوع، الشيخ زايد كان متطوع الله يرحمه، مؤسس هذه الدولة. نعم. كل حكام الإمارات كانت لهم بصمة تطوعية سواء في الداخل في الإمارات، صحيح، وأيضا في الخارج من خلال المساعدات الإنسانية اللي تقدم دولة الإمارات. نعم. وتشرف عليها حقيقة قياداتنا، صحيح، وهم على علم بما هذه المساعدات وين توصل، وكانوا يعني بعض من القيادات في الدولة كانوا يتوجهون لهذه الأماكن حتى يرون نوعية هذه المساعدات وكيف تقبل المجتمع الآخر المتضرر. فبالتالي نحن اليوم لما نتكلم عن الإمارات، الإمارات التسامح، الإمارات التباين الطبقي، الإمارات اليوم جمعت يعني هذه الجنسيات كلها، فبالتالي يجب أن يكون الإمارات بصمة من خلال التطوع. أغلب الدول اليوم سواء الدول الغنية والدول الفقيرة تفتقر إلى نوعية الوطنية، فبالتطوع جذبة الوطنية وحب الإمارات. أكيد، الله يعطيكم العافية يا رب. أهم أعمال الجمعية وتطلعاتها المستقبلية إن شاء الله. والله نحن اليوم عندنا ان شاء الله راح يكون عندنا خلال هاي السنه نكتمل نوصل 100 مدرب متطوع، ما شاء الله، مدربين يقدمون برامج في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكوميه والمجتمع بشكل عام. وعندنا فكره اللي هم سفراء الغد، اطفال بيكونون مصورين، نعلمهم مهاره التصوير والرسم والالقاء، كيف يتكلمون، كيف اذا حد فيهم شاعر كيف يطلع ويتكلم ويقدم. جميل. نغرس فيهم هذه المهاره اللي نحن عند الجميع حقيقة، لأنه يجب أن تكون عند الجميع اليوم في مجتمع عربي، مجتمع متحضر مثقف مثل المجتمع الإماراتي. بالإضافة الله يبارك فيك، نحن عندنا أيضا إطلاق وإشهار عن الجمعية، بيكون إن شاء الله يوم غد إن شاء الله، إن شاء الله، الإشهار الرسمي عن هذه الجمعية بحضور معالي دكتور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم الإمارة الله يحفظه، بيكون موجود وهو داعم وحاضر في هذا الإشهار إن شاء الله بيوم غد إن شاء الله في بندق سراي إيمان الساعة 6 إن شاء الله. دكتور شكلك تشجعنا كلنا على الانضمام معك في الجمعية. والله نحن نتشرف لأن في ناس سبحان الله يعني عندهم بصمة، إذا تواجدوا في المكان لو ما يعني ما عندهم تقديم شيء، بمعنى لأن التطوع اليوم يختلف، سجلين الأعمال التطوعية أعمال تنحصر على الوقت والجهد والعمل. أكيد. والمال والنفس. الشيخ زايد عليه رحمة الله لما نادى بالمتطوعين في أزمة خليجية كانت موجودة آنذاك في سنة 90، توقعوا الأعداد من 500 إلى 600، ما تفاجأوا 5000 متطوع مواطن جاي عند الشيخ زايد يلبي هذا النداء، لأنه كان قائد رائع بمعنى الكلمة. فبالتالي أقل شيء المجتمع الإماراتي وشباب الإمارات يردون هذا الجميل لهذا الرجل. واليوم عندنا الشيخ خليفة الله يحفظه، الله يحفظه، الله يحفظه، الصحة والعافية ونور الأعمار ونواليهم، يكونون بصحة وقوة إن شاء الله في طولة العمر. ومهما سوينا ما برد الجميل الدكتور. والله ما رد يقول الشاعر يعني عف الزمن وكل شيء معه عف إلا الوطن، والله ما عنه عف. أكيد دكتور هاشم الوالي المنسق العام لجمعية مجلس السفراء، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. شكرا لكم، الله يبارك فيكم. الله يعطيك العافية دكتور. حياتي. الله يحفظك. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. مشاهدينا من التطوع إلى عالم الرياضة، يختتم مساء اليوم بدور 16 في بطولة آسيا التي تستضيفها الدولة حتى الأول من فبراير المقبل، والتي ستكشف عن أفضل ثمان فرق في البطولة. والحديث عن البطولة معانا المحلل الرياضي الكابتن إبراهيم بافودة، خلونا نرحب به. مرحبا بك كابتن، ونورت البرنامج. مرحبا بك أختي. الله يعطيك العافية. في البداية كابتن، بناخذ رأيك في أداء المنتخب. والله الأداء، الله يعطيهم العافية أول شيء. الله يعطيهم العافية. صراحة الأداء المنتخب لحد الآن أداء مشرف،
لو رجعنا النتائج المنتخب لحد الآن، المنتخب صدر المجموعة بتاعه، نعم، وخاد المركز الأول وقابل ثالث المجموعة الثانية وفاز في المباراة دور 16، نعم، وتأهل لدور 8. لحد الآن احنا في بطولة آسيا، الجميع المنتخبات تدور على النتيجة أكثر، نعم، ما تدور على الأداء. لحد الآن الهدف اللي هو كان حاطه المنتخب والجهاز الفني المنتخب الوطني، نعم، تحقق لحد الآن وتأهل لدور 8. هذا لا حد يقدر ينكر الأداء. أوكي، في منتخبات كانت أدائها الفني كان جيد، نعم، ومع ذلك غادرت البطولة. على سبيل المثال، صحيح، المنتخب السعودي. الحين المنتخب الإماراتي موجود في البطولة وتأهل لدور 8. الحين ندور على الأداء، ندور على النتائج أكثر ما ندور على الأداء. أكيد، نعم. كابتن، وجود البارحة صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد في المدرجات، وجوده في هذا اللعبة البارحية، هذه رسالة، أتوقع مش رسالة فردية، رسالة للعالم. شو هي الرسالة كان بيوصلها الشيخ محمد بن زايد بوجوده بمدرجات؟ هذا ليس بغريب على الشيخ محمد بن زايد بو خالد، هو موجود على طول متابع الكرة الإماراتية، نعم، ووجوده أمس بين الجماهير في استاد مدينة زايد، نعم، هذه رسالة لجميع الإماراتيين، جميع جمهور منتخب الإمارات، نعم، عشان يكونوا وراء المنتخب يوم، صحيح، الجمعة. هذه ضروري، وجود الجمهور في مباراة أستراليا يوم الجمعة، نعم، بيعطي دافع ودافع كبير للعيبة المنتخب، نعم، عشان يكملوا المشوار إن شاء الله النهاية. أبو خالد على طول متابع المنتخب ويحضر تدريب ويحضر المباريات، صحيح، وهذه الرسالة نتمنى يستفد منها الجميع ويكون مؤازر المنتخب ان شاء الله يوم الجمعه. فعلا، لان المنتخب يعني تحت ضغط نفسي، يعني تعليقات اللي طلعت انه لا اداء سيء، أكيد اداء أكيد. هذا ضغط نفسي يلعب. اكيد، لا ننسى ان البطوله في ارض الامارات ومدينة جمهور الامارات، واحنا محتاجين للبطوله. نعم، محتاجين للبطوله. احنا مسنا، تعرف، او اخر بطوله كان نظمها منتخب الامارات كانت سنه 1996، نعم، وكنا احتلينا المركز الثاني. الحين البطوله على ارضنا ومحتاجين ناخذ البطوله ونوصل، صحيح، ان شاء الله أبعد نقطة كيف حققوا المنتخب 1996. نعم، هو في ضغط كبير على اللعيبة، صحيح، وإحنا لازم نساند اللعيبة هادو عشان يوصلوا إن شاء الله للمباراة النهائية إن شاء أكيد الله. أكيد. نعم، خلينا نتكلم عن مباراة البارحة. والله مباراة البارحة صراحة المنتخب أدى، كان شكل الأداء المنتخب كان أحسن من المباريات في دوري المجموعات. نعم، صح، المباريات أنت تشوف نحن نلعب دوري المجموعات، كانوا الآن المنتخبات كلها كانت مستعدة المنتخب الإمارات. صح، كان شوية الأداء باهت، ولكن المنتخب حقق لي هو المطلوب، تصدر المجموعة. نعم، بس أداء المنتخب أمس كان جيد، أحسن من المباريات اللي أدها في دوري المجموعات. نعم، شفنا مباراة بعد مباراة الحمد لله الأداء يتطور واللعيبة يعطيوا أكثر، شفنا روح قتالية أمس، كان حماس، صحيح، شفنا التدخل إصابة اللاعب خليفة مبارك، نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل، شفنا الروح اللي يلعب بها المنتخب، كانت فيه مبادرة هجومية كثير، كان استحواذ كثير للاعيبة المنتخب. على العموم الأداء كان جيد، وكان أكثر من جيد، أحسن من المباريات، أتكلم أحسن من المباريات اللي هي في دوري المجموعات. نعم، إن شاء الله المباراة المقبلة بيكون أداؤهم أحسن، وإحنا كيف تعودنا على منتخب الإمارات أمام المنتخبات الكبيرة يؤدي أداء جيد، وهذه فرصة عشان رد الاعتبار من خسارتنا في نصف نهائي في كأس آسيا 2015. إن شاء الله، وحتى لو يعني إن شاء الله نتمنى الفوز طبعاً، بس لنا نحن أساساً شرف أن تكون أساساً البطولة موجودة في دولة الإمارات. أكيد، هذا شرف أكيد كبير، لأنه أي دولة تتمنى تنظم الحدث الكبير هذا. أكيد، والحمد لله شفنا التنظيم الجيد. أكيد، ونتمنى إن شاء الله اللعيبة ما يقصروا في المباراة الجمعة ويوصلون للدور الأربعة إن شاء الله. الكل معاهم إن شاء الله. إذا تكلمنا عن المدرب زكروني، نعم، هل هناك أو هل أضافة فنية لهذا الفريق؟ والله احنا لو جينا شفنا المدرب زكروني، ما حد يختلف على مستوى المدرب، مدرب، نعم، من اكبر مدربين العالم، والجميع يشيد مستواه الفني ومسيرته الطويله في المجال التدريبي. لو تكلمنا مع الكابتن زكروني الحين بيقول لك انا عقدي مع المنتخب مش هو الاداء، عقدي مع المنتخب هو الوصول ابعد نقطه في البطوله، ولحد الان هو ناجح في المهام. نعم، تصدر المجموعه وتأهل دور 8 لحد الآن. أوكي، أداء فني، ما فيش أداء اللي هو يرغب فيه اللي يرغب فيه الجميع، بس الحمد لله لحد الآن هو ناجح. نتمنى بس نساند اللعيبة ونساند المدرب وننسى الانتقادات. اللعيبة بعد كانت بينهم إصابات أكيد في ظروف يعني أكيد عطلت، أكيد يمكن هذا وارد من هذا في البطولات نعم المجمعة، وارد فيه ضغط المباريات، مباراة، صحيح، بعد يعني ما بين مباراة ومباراة في 3 أيام تقريبا. أكيد، بس لحد الآن أنا كرأيي شخصي أن المدرب ناجح في مهمته مع المنتخب ووصل لدور 8، بس نتمنى نآزر المنتخب والمدرب وننسى الانتقادات عشان نوصل أبعد نقطة إن شاء الله في البطولة. أكيد، أكيد. إن شاء الله تكلمنا حارس المرمى خالد عيسى،
والله هذا قلب الأسد خالد عيسى صراحة، هذا ليس بغريب على خالد عيسى، هذا امتداد ثلاث سنوات متتالية، وشفنا دور خالد عيسى مع فريق العين في كأس العالم الأندية، وكيف وصل مع نادي العين النهائي كأس العالم الأندية، هذا امتداد لما قدمه خالد عيسى في البطولة، وهذا يرجع للتدريب المستمر وقوته وروحه العالية، والكل يعلم أن خالد عيسى مصاب كسر في أصابع اليد وياخذ ابره مخدره في بعض الاصابات. هذا شيء تضحيه كبيره من خالد عيسى، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله، واتمنى هو اللي بيكون ان شاء الله هو اللي بيوصل المنتخب ان شاء الله الادوار المتقدمه ان شاء الله. ما قلت تنبؤات بس ان شاء الله مباراه مع استراليا احنا نتفائل تفاؤل خير، نتفائل ان شاء الله المنتخب يشوفنا مستواه الفني فيه تطور مستمر وان شاء الله. احنا شفنا المنتخب الاسترالي، كنا نعرف المنتخب الاسترالي بالقوه قبل، بس المنتخب الاسترالي الحين يختلف عن المنتخب اللي كان قبل. شو الاسباب اللي تعرف فنيه ممكن كبر العمر اللعيبه والاداء من المنتخب الاسترالي، حتى شفنا في منتخب مباراته الاخيره مع اوزبكستان انه تاهل بالضربات الترجيحيه وكان اداء سيء يعني في المباراه، ما كان هو الفريق المسيطر والفريق اللي متمكن من المباراة. كان استحواذ كامل المنتخب الأوزبكي، بس هو استطاع كيف يخرج من المباراة تعادل ووصل ضربات ترجيحية وتأهل. كيف قلنا البطولة هذه بطولة النتائج، الفرق دور على النتائج، مفاجآت بعد مفاجآت يعني مش مفاجآت بس المنتخب المنتخب الأسترالي فريق قوي، ولكن مش هي القوة اللي كانت عند المنتخب الأسترالي في 2015 و2011. المنتخب الحين يختلف وبإمكانه يخسر المباراة ضد المنتخب الإمارات، وما أن المباراة في أرضنا وأن المستوى المنتخب يتطور مباراة بعد مباراة إن شاء الله بيكون المنتخب قدها إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله. إذا تكلمنا عن أفضل لاعبين منتخب الإمارات والله إحنا ما نختلف، أول واحد هو الكابتن خالد عيسى. خالد عيسى هو حامي العرين المنتخب، هو من اللعيبة المميزة في المنتخب. ما ننساش الكابتن علي مبخوت بعد هداف المنتخب، اللاعب خلفان مبارك، ما ننساش الخبره بتاع اسماعيل مطر، يعني لعيبه ما شاء الله. يعني تشكيله المنتخب ككل تشكيله يعني تجمع ما بين الشباب والخبره، تجمع ما بين الشباب والخبره، ولعيبه كلهم ما شاء الله يعني ما مقصرين في الملعب ومضحين قدر الامكان، مضحين عشان يوصلوا بالمنتخب لابعد نقطه ان شاء الله. القرار التحكيمي واثرها على الفرق، والله هذه اخطاء تحكيميه وارده في جميع مباريات كره القدم. احنا الحين اتوقع انها من الدور الثمانيه يمكن بيبدا الفار الحكم الفيديو بيطبق من الدور الثمانيه ان شاء الله، وهذه الاخطاء التحكيميه وارده في كره القدم، يعني وارده وهذه من ضمن كره القدم. يعني ما اتوقعش ما كانش في اخطاء مؤثره كثيره، بس ان شاء الله التحكيم لحد الان جيد الحمد لله، وان شاء الله مع زياده دخول الفار ان شاء الله بيكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله بوجودك معنا اليوم ابغاك تقدم كلمه فعلا للمشاهدين ان يزورون المنتخب بخصوص اليوم. اول شيء نبغى نقدم رساله للجميع انه ننسى الانتقادات. صحيح. انتقادات حق المنتخب الوطني، احنا الحين في موقف يعني لازم نساند الجميع، نساند الإدارة ونساند الجهاز الفني والجهاز الإداري ونساند اللعيبة، ننسى الانتقادات الحين موش وقت الانتقادات، الانتقادات بعد ما تنتهي البطولة بعدين يكون المقام المقال، يعني الوقت لأي واحد يتكلم. ودعوة للجمهور الإمارات، نتأسف أمس كان شوية الحضور ضعيف ربما لان المباراه كانت يوم الاثنين، بس ما في عذر يوم الجمعه، بس ما في عذر قالها سعاده محمد رميتي ان يعني دواماتهم يخلصونها وين، يعني مرخص. نعم المباراه كانت الساعه 9، ربما بروده الجو يمكن هي بعد ساعدت على غياب الجمهور. نتمنى ان شاء الله يوم الجمعه مباراة الساعة 8 دعوة، يعني ما يحتاجوا دعوة الجمهور أكيد. بس نتمنى الجميع نبى نكون ملعب مدينة زايد ممتلئ عن بكرة أبيه إن شاء الله. صحيح. ويكون الجميع مو بس يجي والجمهور عشان يشاهد المباراة، نبى تشجيع حق اللعيبة، لعيبة محتاجين تأزير حد لي آزرهم وحد لي يشجعهم عشان يوصلوا الهدف. وقالت أنا رغم المسؤولية عليهم مع هذا كانوا في المدرجات. نعم النجاح لو نجح منتخب الوطني مش نجاح بيد اللعيبة بس أكيد. النجاح يجمع الجميع. صحيح. سواء الجمهور اللعيبة الجهاز الفني الجهاز الإداري الجميع مساهم في النجاح، لهذا أكيد. نتمنى إن شاء الله يوم الجمعة يكون الحضور والحضور بكثرة إن شاء الله. الحمد لله كل شيء متوفر، الباصات كلها موجودة. نعم كل شيء متوفر الحمد لله، الباصات موجودة والتذاكر موجودة، نتمنى بس الحضور إن شاء الله، وما بيقصروا الشباب إن شاء الله، الجميع بيكون حاضر. الله يحفظ الجميع يا رب، إن شاء الله الفوز يكون للمنتخب يا رب. المحلل الرياضي الكابتن إبراهيم بافودة، شكرا تواجدك اليوم معنا برنامج سبع ساعات. شكرا جزاك الله يعطيك العافية. مشاهدينا وصلنا للختام، إن شاء الله برنامجنا أو فقراتنا نالت إعجابكم، نشوفكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت، مع السلامة.